والشي اللي ناقصك اليوم بكرة بيجي حدا وبيملي لك يا خالو. خلي أملك بالله كبير لأنه الإيمان هو الأساس، وبالنهاية كلنا رح يخلص دورنا بهالدنيا والروح. يعطيك العافية. الله يعافيك. مساء الخير. أنا ملك يلمز، والصبح قدمت شكوى عندكم. إيه تذكرتك منيح. ما بعرف إذا مسموح، بس فيني شوف نورا أو جاك؟ غيرتي رأيك؟ نحن بالعادة ما بنعمل هيك شي، بس من الصبح وهي عم بتعيط. شوفيها بركي بتخففي عنا شوي. نجيب تعال عندي. شو جابك؟ جاية تشوفي شو عملتي فيه ست ملك؟ بس وحياتك بابا بعد كم ساعة رح يطالعني. ماشي، إذا قدراني طالعك خليه طالعك نورة خانو. ملك طالعيني من هون لو سمحتي. بتعرفي انه ما بيلبق لك تترجي؟ لما بتترجي بتبيني صغيرة، خصوصا وانتي محبوسة. برأيك انا عم اترجاكي بكيفي؟ الحياة ما بترحم حدا صح؟ بس برأيي كل واحد بيخلق حياة بتلبق له. هلأ لو ما التقينا بهذا الظرف اكيد كنا رح نلتقي بظرف اسوأ بكتير، ويمكن انا يلي اضربك وقتها ودوقك يلي دوقتيني اياه. شو مستنية مني أقول؟ ما عم استنى تقولي شي، وما أجيت لحتى أسمعك. وبحياتي كلها ما رح سامحك على اللي عملتيه. كل غايتي إني بعد عنك وعن كل شي بشع بالدنيا. يعني أنا أجيت لهون لحتى أنقص حالي. رح طالعك، بس عندي شرط واحد، وشرطي إنه أنتو ما تقربوا علي أبداً. ما بدي اشوف وشك حتى لو بالصدفة، مفهوم؟ الو اهلين. لك كيفك؟ منيحة، صرت احسن من قبل. اليوم الجو كتير حلو. اوه والله انتي محظوظة، كتير برد باسطنبول. مشان هيك هربت منا. ملك انا دقيت لك لحتى قلك شغلة كتير مهمة، بس ماني عرفانة شو بدي اقول. امبارح المساء اجاني ايميل من لندن، صح؟ ايه، طلبوني لحتى سافر بدالك. عن جد فرحت لك من قلبي. روحي لهونيك وارفعي راسنا. شكرا كتير، بس هالسفرة كانت من حقك. كل شيء اسمه ونصيب. الف مبروك. انتي لا تاكلي همي، انا بدي شوية وقت وبصير منيحة. على كلنا منحكي بعدين، ماشي حبيبتي؟ ماشي، باي. صباح الخير. صباح النور. بلبس لحالي. تأخرت مبارح لرجعت. ما كنت عم بلعب، كنت بالشغل. نجاحه لجوزي بيفرحني كتير. من وين عرفتي انه زوجك ناجح؟ من بابا طبعا. اذا كان عدنان كولكاي رايق كتير، معناته امور الشغل ماشية منيح. والله بسطيني. ايه، وكمان بكرة أخذت موعد من الدكتورة مشان طفل الأنبوب، وانت لازم تكون معي. نحن حكينا بالموضوع، أنا ما بدي ولد. بس أنا بدي ولد وبدي كون أم. شوف لو سمحت،
كل شي بيناتنا عم يتحسن. فكر فيني شوي، أنا كمان عم اتغير وصير أحسن. لو سمحت كرمالنا. قلتي لي كرمالنا نورة؟ ليلى. نعم نورة خانم. لوين واصلة بدراستك؟ أنا دارسة رياض أطفال بالضيعة وعملت ماستر بالسينما لما نزلت على المدينة. تركينا من السينما هلأ، كيفك بالإنجليزي؟ ممتازة. حلو، إذا هيك من اليوم بدك تكوني مربية لابني. ليش؟ أنتي حامل؟ لا بس قريبا رح صير هيك، فيك تروحي. يلا. حاضر. يا عيني هلا هيك العالم بيعملوا زحليطة؟ هاي كوخ طالعة. هاي هي الزحليطة، رح أعمل لها زحليطة من هون ودرج. شغلك كتير حلو يا خال، رح ينبسطوا الأولاد فيها. اي والله بس لسه ما خلصت، بكرة رح يجي أولاد كتير يلعبوا هون. والله يا خال تفكيرك عم يعبي لي راسي، برافو عليك برافو. إن شاء الله أولادك كمان بيلعبوا هون بهالألعاب كلها. لا تطلع فيني هيك ولساتك شاب. أنت دائما بتعرف تلعب على الوتر الحساس، برافو خال. علي هيك هي الحياة، ما حدا فينا بيعرف شو نصيبه بهالدنيا كلها. عمهلك لا تأذي حالك. البردانة جاهزين بنتي، وينك لهلا؟ شكرا عمو، هداك الأسبوع أخذت بردان ولسه ما خلصوا. شكرا إليك ملاك. سلم إيديك خالي. ما بقدر والله عاملة دايت. خلصي هدول ما أطيبهم. صحة وهنا يا بنتي الحلوة، كتير طيبة. سلمي لي على أبوك كتير. الله يسلمك. يعطيك العافية عمو محمود. أهلين ملاك، سلمي لي كتير على أبوك. بيوصل. ملاك شو صار لك يا بنتي؟ بنتي ملاك تعالوا ساعدوني. نورا انتي بدك تجلطيني؟ لا امي ليش؟ طالعي من الشنطة، مو ناقصنا فضايح. ما رح ننفضح لأنه رح ندفع حقه آخر شي. روحي اقنعي لجوزك يجيبه لهالولد قبل ما تجيبي له تياب. تعي. جود ما عاد بده يعني، مو طايقني بنوب لهلأ ما نسيها. وشو عم تستني؟ انتي صبية حلوة، وين راحت أنوثتك؟ الناس ما بيستنوا سنين ليتصرفوا. شو ناطرة؟ روحي ارمي حالك بحضنه. بدي أسألك، لو ما اجيت على هالدنيا شو كان مصير زواجكم؟ الو اهلين احمد، كيفك؟ شو؟ بالمشفى؟ ماشي ماشي، يلا جاية فورا. بدي اياكم تنتبهوا منيح واكثر شيء على القوالب. حاضر. وبدي تعملوا 3 اصناف وكمان بدي تساومون. اكيد. في شيء تاني يا بيك؟ لا شكرا. بالاذن. معلم نجدات. يا اهلين جود بيك، من زمان ما شفناك. بتعرف انك صاير عم تشبه كثير المرحوم ابوك؟ خليني اشوفك عمي وبتحكي لي ذكرياتكم سوا. هلا بدك مني شيء؟
أنا بدي منك تحكي لنا مع المهندس مشان ما أعلق معه يا ابني، دارس وعم يشوف حاله علينا. أنت كمان هلأ عم تدرسه لابنك وبكرة رح يصير مهم. عم درسه ليشتغل شغلة مرتبة بالمستقبل، مو منشان يشوف حاله على العالم. وهلأ بعد إذنك عندي شغل. أهلين عدنان بيك. ايه في اي مشاكل عدنان بيك؟ لا ما في مشاكل بنوب، وعم نمشي حسب الخطة، ولهلأ كل الأمور منيحة. حلو، اجيت أخذك، بدنا نروح على الشركة، في اجتماع مهم لمجلس الإدارة. منيحة اجيتي لعنا حبيبتي نورة، دايما عم بسأل جود عنك وبقله كيفك انتي الحلوة الأمورة. هو شو بيقلك؟ شو بده يقول؟ ما في منا بنوب، وكمان عم يشتاق لك كتير. انتي معناتها عم بتشوفيه أكتر مني. خير صاير مشاكل بيناتكم؟ لا بنوب ما في ولا مشكلة بيناتنا، بس يعني كنت حابة انه يعطيني من وقته أكتر. شو معناته أكتر؟ يعني يدللني، يدير باله علي، يشوف شو ناقصني. بالآخر أنا ماني مثل كل النسوان، أنا متعودة على الدلال، ما هيك؟ طيب هلأ شو بدك نورة؟ بدي ولد من ابنك جود. هذا حقك الطبيعي. والله تعبت كتير وأنا عم بستنى منكن حفيد. القصة عندك، أنت تصرفي، فيك تجيبي ابنك لهون وتحكي معه بكل لطافة عن الموضوع، لأنه أنا تعبت وما عاد فيني أصبر أكتر من هيك. ماشي يا بنتي، وأنا كمان كنت بدي شوفه لجود لحكي بشغلة مهمة، وخلص لما منصير لحالنا أنا رح أحاكي، لا تاكلي هم. وشو هي الشغلة المهمة؟ أنا بدي جيب أجهزة من الصين، وهيك بقدر أنتج بضاعة أكتر، وطبعاً الربح رح يكون أكتر بكتير. جيبي، ليش بدك تسألي جود عنا؟ هالفترة ما معي مصاري، بكلفوا لهم شي 300,000 وما معي. هلا هاد يلي أكلي همه مرت عمي، ليش بدك تقولي لجود؟ خلاص أنا بحلها. عن جد بنتي؟ إيه عن جد، مو نحنا صرنا عائلة واحدة، وأكيد بهيك أيام صعبة لازم كلنا ندعم بعضنا. طبعاً نحنا هيك، وإذا بدك لا تجيبي سيرة هذا الموضوع لجود. مرت عمي، الزلمة ما في داعي يعرف إلا يلي نحنا بدنا نخبره يا، مشان هيك لا تقلقي أبداً. يا حرام وقعت وقعة مرتبة. ايه بس الله سترة. هون استاذ صافي، هون هون. لا تخاف لا تخاف، هي مليحة كتير ان شاء الله. بنتي كيفك؟ شو قال الدكتور؟ هلا اخذوا مني دم وعم يعملوا لي تحاليل بابا، لا تقلق اكيد ما في شيء مهم، بيكون ضغطي نزل. يلا نطلع يا جماعة، خلينا نروح من هون. مرحبا، يعطيكم العافية. اهلين دكتور. الحمد لله على سلامتها. الله يسلمك. الله يسلمك. ما في داعي تخاف من شيء، الاخبار حلوة. نشكر الله. ايه قولوا لي وين الاب؟ أنا دكتور. لا أنا عم بسأل عن أبو للطفل. ألف مبروك، بنتك حامل. صاير شي مشكلة بالشغل؟ أنا دائما كنت التقي فيكن لحالي، بس هلأ في شي جديد. اليوم اجتماعنا كلكن بتعرفوا مضمونه بحكم جلساتنا السابقة مع بعض، ما عدا السيد جود. زملائي الأكارم أعضاء مجلس الإدارة المحترمين، من اليوم ورايح رئاسة مجلس الإدارة رح سلمها لجود أوجاك، وأنا بتمنى له الخير من كل قلبي كرئيس لمجلس الإدارة. مبروك. ألف مبروك. شكرا لسفتك. ألف مبروك. ألف مبروك.
عن جد فرحنا كثير. خدمة عائلة كولكاي مسؤولية كبيرة، ومثل ما بتعرفوا حملي صار أكبر، بس أنا رح كون الشخص المناسب لهالحمل الكبير. أنت كسبت تقديرنا كلياتنا، وشغلك هو اللي بيحكي عنك، وأنا متأكد باسمي وباسم عائلتي إنك ممثلنا الأفضل كصهر إلي وكرئيس لمجلس الإدارة. الحمد لله على سلامتك يا روحي. إن شاء الله حاسة حالك أحسن هلا. الحق علي أنا، اشتغلت وتعبت وفنيت شبابي كله لحتى أعلم طلابي الأدب والأخلاق، وبنتي ما عرفت أعلمها. أهلين وسهلين جود بيك. مساء الخير. أهلين وسهلين أمي، ليه ما خبرتوني إنكم جايين؟ لما خبرتنا نورا فوراً إجينا. إيه إذا اليوم ما كنا جنبك إمتى لازم نكون إلي؟ مبروك حياتي، هالمرة كسبت يلي بتستحقه. والله يا ابني أنا كنت عرفانة إنك رح توصل لهاليوم. تقبر قلبي حبيبي. ألف مبروك. كنا عم نشوف وشك شوي، هلا ما عاد نشوفك بنوب. طبعا هلا زادت مسؤولياتك. مبروك جود. الله يبارك فيكي. يلا خلونا نحتفل. يلا مبروك حبيبي. والله
ما بعرف افرح ولا ازعل. بكرة الشغل بياخد كل وقته وانا بطق من الملل. خلص بكفي جيبولنا ولد، وهيك على الاقل بتلاقي شي تلتهي فيه. وانا كمان بدي حفيد، والله كتير استنينا شاهين ازخانه. ايه طبعا، ونحنا كمان مننبسط فيه ونتسلى معه. شي حلو ما هيك بابا؟ طبعا حبيبتي، البيت بدون ولد ما في حياة ابدا. حياتي انت شو رأيك؟ ها؟ عفوا؟ امك عم بتقول خلينا نجيب ولد، وابي قال كتير شغلات حلوة وشكله حابب الفكرة. انت شو رأيك جود؟ منحكي بهالموضوع بعدين. مرقت سنين وانت عم تقول هيك. نورة حبيبتي، رجال ما بيحبوا ينحكى بهالمواضيع الخاصة قدام العالم، بتحكوا بعدين لحالكم. ايه مزبوط. سهلة جود بيك، جهزنا لك مكتبك وبلغنا كل الموظفين ووسائل الإعلام كمان. صباح الخير. شكرا. صباح النور. نعم نورة. ألو جود، أنا بعد شوي رايحة على الدكتورة. جود. إيه عم بسمعك نورة. أنا رايحة على الدكتورة. رح تجي جود ولا نسيت القصة؟ رح أجي خلاص، ومضطر اني سكر لانه ما في شبكة بالاسانسير. ماشي باي. شوف هالبوط، ما احلى، رح يلبق لابني. حلو كتير ما هيك؟ كأنه انت حامل نورة خانو. الف مبروك. شو كأنك زعلت؟ لا نورة خانو، ليش لازعل؟ ماني حامل لهلا حيدر، بس عن قريب وقريب كتير. وهلأ شو بدك تعملي؟
ما توقعت يصير معك هيك. خدي حبيبتي، لا تضلي ساكتة، احكي شي، شبكي؟ شو بدي أقول؟ فكرت إني خلصت وقلت الأيام السودة راحت، وفكرت ما رح أتذكره بشي، لا صوته ولا وشه ولا شي منه. حبيبتي أنت معك حق، بس الموضوع مو سهل، وفكري بوضعك، لازم تقرري شو بدك تساوي. أنا ما بعرف شو بده يصير، بس ما فيني جيبه للولد، ما بقدر، يعني أنا ما فيني ربي لحالي. هذا علي بده ياخد غراض أيلول. قالوا علي. مرحبا رولا. أهلين، بدك تجي اليوم ما هيك؟ لأنه بالليل بدي سافر. بالليل؟ إمتى أجي يعني؟ اليوم كتير مشغول. ملك بالبيت، فيك تيجي بأي وقت بدك ياه، بس اليوم، لأنه بكرة لازم نسلم البيت لصاحبه. طيب إذا هيك بجي لعندكم بالليل. توصلي بالسلامة رولا. الله معك. الله يسلمك علي. شو في مشكلة إذا أجا؟ يمكن انشغل. ما في مشكلة نورة خانم، بتقدري تجي بكرة لعندي. ثانية. الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية، الرجاء ترك رسالة صوتية عند سماع الصف. حبيبي؟ لا هلا ما اجيت. انا عند الدكتوره. هيك لكان. على كل ما في مشكله، بكره بنقدر نجي. ماشي حبيبي، وانا كمان بحبك، باي. الطريق كتير عجقه، ومتضايق لانه ما رح يقدر يوصل على الموعد. مثل ما قلت لك، عندك ضعف بالمبيض والاباضه، ويمكن ما يكون في استجابه لطفل الانبوب، بس طبعاً نورة خانم نحن رح نجرب، والأهم من هذا كله جود بيك يجي لعنا، لأنه المفروض نعمل له شوية فحوصات. شوفي دكتورة، أنا لازم جيب ولد. تفضل. فاضيلي يا حضرة رئيس مجلس الإدارة. لك يلا تعال اقعد. مدير الشركة الجديد نشيط وما بيقبل يكون عنده موظف كسلان أبداً. بلا هالحكي الفاضي، نشرب قهوة ومنحكي بالشغل. اقعد. اثنين قهوة سادة لو سمحتي. شو هاد؟ تفضل اعطيني رأيك. دراسة للمناقصة؟ مشتغلين على المناقصة وعاملين دراسة مالية دقيقة، جماعة مو سهلين. فاجأتني، شي بيخوف. شو هالسرعة هاي؟ مو شايفين حدا قدامهم، وتعاملاتهم المالية منظمة وقوية، بيتعاملوا مع بنوك سويسرا، وطبعاً كله باسم أمير أوزديمير. أمير أوزديمير؟ مين بيكون هالزلمة؟ سألي عنه، خلينا نعرف الخطوات اللي رح يخطيها. جود، التراجع هو أحسن حل لنا، أنا هيك شايف. أبداً، أنا ماني معك. عدنان بيك بده هالمناقصة، صرنا حاطين 10 مليون. إنشاء مينا مو مثل فندق، بجوز نخسر أكتر من 10 مليون بكتير. هيك أنتوا عم تخاطروا، ليش ما بتتراجع؟ بس مشان ما يقول عدنان كولكاي إنه صهري خسرني 10 مليون دولار. اسمعني منيح، بدي تجمع لي معلومات عن أمير أوزديمير بأسرع وقت. في شي تاني؟ لا أبدا، هلأ ما في شي تاني بالإذن. Thank you.
طولت كتير لفتحتي، كنت رح روح. آسفة، بعتذر منك. فيقتك يعني؟ لا مالي نايمة. كأنه زايد وزنك على قعدة؟ غراضك هون، رولا ضبط لك ياهم كلهم. وقعدة بالعتمة كمان؟ ايه، نسيت شعل الضو. على روحة رولا صار البيت فاضي. مزبوط كلامك، وأنا رايحة بكرة، يعني البيت رح يتسكر. شو بدك تعملي؟ ما بعرف لهلأ، ما قررت لسه. بقياني باسطنبول؟ إذا لقيت شغل. إيه؟ أنت بتلاقي شغل؟ عازفة؟ بطلت أعزف لأنه في إصابة بإيدي. إذا هيك ليش بدك تفضي البيت؟ لأني لازم لاقي مكان أرخص من هاد، وكمان لازم لاقي شغل. وين بدك تبقي لوقتها؟ بلاقي محل. ما فهمت كيف يعني؟ في عنا قرايبين صهر سلفتها لخالتي، وعلاقتنا منيحة، بيستقبلوا. صهر سلفتها لخالتك؟ شو هالقربة؟ علاقتنا قوية معن. ماشي، لا تواخذيني، طولت عليكي، باي. طيب. A heart speed to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. وهي خلصنا نقل الأغراض. مو وقتك هلا، يلا. طيب، كأني أنا صاير ما عندي لا نخوة ولا ضمير. استنيني راجع. خلص فهمت عليكي. يلا امشي، بدك تروحي معي. شو هون؟ هاي شنطتك؟ لحظة، لوين بدنا نروح؟ يلا لا تتدللي، خدي هدول. يلا علي، شو عم تعمل؟ يلا بدنا نروح من هون. ماني رايحة. خلص بدك تروحي. ما بدي روح. بدك تروحي، خلصيني امشي بقى. يقول؟ يلا امشي. طيب يلا ماشي، امشي بس حاج تسألي لوين رايحي. صرعتي راسي، خلص يلا اركبي. ما رح اركب معك. يلا يلا يلا، ما فيني اركب هيك. خلصيني، تفضلي. ما رح اركب. لا بدك تركبي. شو جنيت؟ ما بدي روح معك. شايفتيني بدي ضمير شي؟ ها؟ كيف بدك تضلي لحالك بالليل؟ شو دخلك؟ كيف شو دخلني؟ خلص رح وصلك لهدول قرايبين خالتك. سهرة، سهرة بيكون. ماشي سهرة، خلص انا هلا رح وصلك لعندهم. وين ساكنين؟ يلا قولي. ما بعرف. إذا هيك يلا يلا يلا، اركبي اركبي اركبي، خلاص حطي الحزام. مساء الخير بابا وماما الحلوين الغاليين، طمنوني انتو مناح؟ شو هالمنظر هاد؟ لا تواخذني بابا، هلأ فتت سكرانة شوي. تعي معي لحتى تغسلي وشك. وقعت. نورا، نورا شو عم تعملي؟ شو سهلة، كتير حلو الواحد يصير مثل علي.
اصحي على حالك. شفتي شلون؟ صعب كتير انه شي ينكسر. شاهيناز شو اللي عم يصير معه؟ ليش ما عم تسألني إلي؟ شاهيناز شو في بنتك؟ شاهيناز شو صاير لها؟ شي مرة واحدة بحياتك اسألني كيفك يا بنتي؟ نورا؟ جوزي حبيبي هون كمان؟ وأنا عم أقول لحالي ليش ما أجا موعد الدكتورة أتاري الباشا بالبيت وعم يريح حاله. نورا مو هون الواحد بيتناقش. ليش شو فيها؟ في حدا غريب؟ خليني عرفك، أمي وأبي. تعالي لنحكي بغرفتنا. وين قلتلي؟ ليش نحن عنا غرفة؟ خدها من وشي، مو طايق اسمها. كيف بتحكي هيك قدام أبوك؟ عيب عليكي، ما عاد استحيتي؟ عيب؟ كتير خجلتيني، وأنا لما بخجل بقول يلي بدي إياه بسهولة، وأنا هيك كمان خجلت قدام الدكتورة وأنا عم استنى لجوزي. وحضرتك ليش ما رحت معه؟ كنت مشغول. جوزي ما عنده وقت، مو صار رئيس مجلس الإدارة؟ يلا امشي معي لشوف. يلا لازم ترتاحي نورا. نورا خلاص تعالي معي.